الا بدينا كنزرعوا في الكيف والحشيش وبدينا كنكسبورتيو فيها ان تي في دو سور المغرب اللي غيربح فيها تيخص نجتهدوا كمجتمع وكدوله باش نقلصوا الى حد ادنى الاستهلاك ديالها. لكي نخرج من النفاق هذا المحرم يجب ان يكون مباحا، ما ماشي هكا لاساسي الان والمستعجل هو عدم تجريم ولا انهاء تجريم ديال الاستهلاك عندما يتعلق الامر بالمستهلكين، لان المستهلكين هم ضحايا. انا شخصيا ضد زراعه هذا الحشيش، اولا لان ما كنشوفها في البعد ديالها التربوي والبعد ديالها الصحي. يجب ان يحارب عن طريق التربيه وعن طريق مناصب الشغل.